الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علي نعمته وبركته ان كل اوان الى ظهر الدور كلها امين. في انجيل معلمنا مرقس اصحاح 13 يمكن حكى عن ثلاث حاجات: خراب اورشليم ونهايه العالم والتوصيه بالسهر. ما قالش امتى، فقال ثلاث كلمات بعد ما حكى. وفي ذهن اليهود لغايه النهارده ان كان خراب اورشليم مفروض هيبقى معاه نهايه العالم. عشان كده السؤال هتلاقوه اول كلمتين يقول ايه لما قال له وروه الابنيه، فقال لهم كل ده هيتحاش ويتكسر وملهوش اي فايده. فقال له السؤال اللي طرحوه: متى يكون هذا؟ ده سؤال على خراب اورشليم، وما هي علامه مجيئك دي نهايه العالم؟ عشان كده لما قال وايل الحباله والمرضعات واللي في الغيط ما ياخدش واللي في فوق، ده كان كله على خراب اورشليم مش على نهايه العالم. نهايه العالم ما فيهوش حاجه ابدا غير سهره. وقال ان النجوم هتجع والدنيا هتتكركب والدنيا هتدوب وكله. لكن لما قال كان بيوصل الناس اللي في الغيط ما يرجعش واللي فوق ما يرجع وايل الحباله والمرضعات ولا يكن هربكم في الشتاء، كان كل ده يقصد منه خراب اورشليم. لكن كان في ذهن اليهود والتلاميذ منهم ان خراب الهيكل مع نهايه العالم. دي المعلومات اللي في الله. لكن انا هتكلم عن كلمه واحده بس. هو مكتوب كده ثلاث كلمات ورا بعض: اسهروا انظروا، اسهروا صلوا. ثلاث كلمات ورا بعض. هناخد انظروا بس، ونكمل بعد كده نعيشنا لما نيجي وقت تاني هنكمل الباقيين. انظروا هنقسمها ألف وب وجيم. انظروا واحد: بص على ربنا، بص على ربنا، بص على ربنا بكيانك بحياتك بقدراتك بفكرك بكل ما تملك. بص على ربنا، وقتك جهدك طاقتك مالك صحتك فكرك قدرتك كله خصصه في الحكاية دي بس، في ربنا. ركز على دي، بص على ربنا. ليه ده؟ ليه نعمل كده؟ احنا اخطأنا وفسدت طبيعتنا، فاضطر يدينا طبيعته البارة التي تستطيع ان ترس حياة ابدية، وخط طبيعتنا زوحها. فانا ما استخسرش فيه كده، اقول يا رب انا كنت انت قلت كده قلت كده، يعني المنقذ حياتنا من الفساد، المنقذ حياتنا من الفساد، انت انقذتني. انا كل اللي بعمله رد فعل، وعشان اقدر استفيد ما خلي بالكم ما خليتش بالي ان انا رد فعلي يتناسب مع عمله معايا، يبقى انا مش عارف استفيد. لازم نخلي بالنا في شكل يتناسب مع المكافأة اللي احنا عايزينها. الطالب اللي بيذاكر ساعتين بيخش تربية بالعافية، او ما يلحقش. اللي عايز يخش طب يذاكر، وكل ما يجي ينام امه تطبطب عليه وتحط له حاجه منبهه عشان يشرب، عشان يا ماما مش قادر اشرب واتعب عشان ترتاح. احنا كده المكافاه المحطوطه كويسه قوي وكتيره قوي. وخلي بالكم لو احنا بصينا على المكافاه، المكافاه والتفكير فيها يبتلع كل الالام التي نتعرض لها هنا. لما بص على الملكوت والأبدية، إيه ده؟ قيل عن السيد المسيح كده، اتقال عنه كده: من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي. إيه السرور الموضوع أمامك؟ خلاص البشر بيبص على خلاصنا، الرجل بيلطمه ويضحك وفرحان. أنت فرحان ليه؟ يقول التدبير ماشي كما رسمت له، من كتر فرحته بخلاصنا ورؤيته المستقبلية لخلاصنا مش حاسس بالجلام والتف والقصبة كده. ايه ده؟ محتاجين نفكر في أبديتنا بشكل كتير، عشان المتأسف اللي جاي علينا والضيقات كتيرة قوي، فما كانش في حاجة أقوى وأظرف وأجمل منها نفكر فيها. هنئن ونتع ايه ده كده يعني. فأنا بدي له كل ما أقدر، كل ما أقدر، ما ببخلش على ربنا، ما ببخلش على ربنا، وأمين في عطاياها معايا، أمين في عطاياها معايا.
حصل موقف يضحك معايا، يضحك يعني. هقول لكم، اول امبارح بالظبط متأسف، دخلت الحمام، عملت حمام وبدوس على السيفون كده عشان ينزل مية، فضل ينزل على طول على طول على طول، مش عايز يبطل. ايه ده يعني؟ يعني معلق. فوقفت كده، ايه ده، انا هسيبه كده خلص المية؟ رحت عامل ايه؟ قفلت. ربنا بيعمل معانا كده، ما كانش كل حاجة يدهنها نحوشها كويس ونحطها في مكانها يكفي المحبس. خلي بالكم، خلي بالكم، ما توزعوش عطاياه وبس، ما تستهتروش. لما يديك فضيلة ولا يديك حاجة جميلة خلي بالك منها، لألا يكفي المحبس عليك. ما تعرفش المحبس هيكفله من أي ناحية، هتنشف وتعطش وتيبس. خلي بالكم، ولا سيما في هذه الأيام، أي بادرة منه خدها باهتمام شديد لألا ما يديكش. وإحنا بدون عطاياه لا فائدة منا، شيء فائدة. فأنظروا إلى الله بكل طاقتكم، بص على ربنا، بص على ربنا كل ثانية، كل ثانية بص على ربنا. في مرة واحد بيقول لي: ربنا طب أنا عايز أجي لك، أرجع لك، أرجع لك أعيش معاك، بس أنا ابتدي أنت بس أول خطوة شجعني. فقال له: ده أنا بدأت معاك 3 خطوات. إمتى وإزاي وكيف؟ قال له: اسمع، أنت عملت خطية وأنا سترتك، دي خطوة. أنت عملت خطية غفرت لك، خطوة تانية. انا اديتك عمر كان ممكن تموت، انت مواليد كام؟ قلت له 10/12/58. قال: لو رجعنا في سجلات الوفيات على مستوى العالم ميت حوالي يمكن 5-6 مليون من تاريخك ده، اشمعنى انت اللي باقي؟ يعني انت بركة يعني، ولا لك رسالة؟ ولا انت بركة ولا لك رسالة عشان تتوب بس؟ فدي خطواتي معاك. لا يشاء موت الخاطئ. ياما من سن ناس الدود أكلتها، وأسف اللي في الجحيم واللي في القبور، شمعنا أنا اللي قاعد؟ ما دي خطوة خدها هو في صالحي، تحرك بقى، سترك وغفر لك وعطاك عمر، إيه المطلوب تاني؟ ربنا حلو بدرجة إن المصطلحات والأسلوب والكلام ما يكفيش. لما نقول أبرع جمال من بين البشر ولا الغافر ولا كل دي مصطلحات تتناسب مع فهمنا ومع إدراكنا ومع كتاباتنا، لكن هو أكتر بكتير، أكتر بكتير. يعني هو بالنسبة لنا هو خبز الحياة، خبز الحياة. يعني مهما آكل بعيد عنه استحالة هشبع، بدليل ترك لنا جسده، لأن عارف إن أكل الدنيا دي كلها ما يكفيش، ما يشبعش، ما يشبعش. فترك جسد، خد كل كل يوم من ده، خذوا كلوا كلكم، مش وحدك، كله. 2، هو ينبع الماء الحي، هتفضل تشرب من بئر يعقوب 500 مليون مرة في اليوم مش هتشبع. خش الكنيسة وافضل مغمض عينيك لغاية ما ابونا يقول خذوا اشربوا منه كلكم، اشربوا وروح. 3، الطبيب الحقيقي، الطبيب الحقيقي. كل الأطباء حلوين بس ده حقيقي، هم بيصحونا، بيصحوا الجسد ويدونا الأرض على قد ما يقدروا، لكن هو يدينا حياة أبدية. حتى الرجل المفلوج اللي دلوه من السقف، هم تخيلوا أنه هيقول له سلامتك وهصحي مغفورة لك خطاياك، يا عم صحونا. قال: أنا بدور على السماء، مش بدور له على الأرض. فالطبيب الحقيقي بيدينا السماء، فما فيهاش غيره. الحاجة الظريفة جو الجميلة فيه ان هو في تعامله مع الخطاه عنده قانون ظريف قوي. 1 ركض، ركض. 2 وقع. 3 قبله. ادي نظامه مع اكتر حد بهدله، مع اكتر حد بهدل نصيبه، مع اكتر حد بهدل ميراثه، مع اكتر حد لابس لبس مش لابس، ده عريان وحفيان وجعان وما يتشافش. القانون اللي بيعاملنا الله ولا سيما اكتر حد وحش،
الراعي دايما كده، كنت اشوف رعاة الاغنام ما يشيلش غير المكسوره او اللي مش قادره تاخد نفسها او اللي مش جميله، حاططها كده على كتفه، هي دي اللي محتاج عنها اكتر. احنا كده، عشان كده الخاط اللي فينا ما يبقاش جلجان، ما يجلكش ابدا ابدا، هو جاي لك انت، بس يا ريت تقدر تعلن عن احتياجك، قل له انا الخاط اللي انت نزلت علشان وعشان تضمن سكناه عندك. لكن لما بنخبي انفسنا بيعد ويمشي، فاحنا لازم نعلن ان احنا خطاه. انا الخاط اللي انت نزلت له، خليك معاه كده. فقانون تعامله مع الخطاه قانون جميل قوي قوي. في هوشع بيقول عبارة ظريفة قوي، يمكن هوشع 11:8-9، يقول لإسرائيل وإفرايم، في شخصنا في إسرائيل وإفرايم، بيقول لهم أنا كنت ناوي عليكم في قريتين مكتوبين بالاسم، هوشع 11:7-9، قال لهم أنا كنت هعمل معاكم زي القريتين دول اللي في سدوم وعمورة، حرقكم. شوف يقول لي إيه تاني، لكن قلبي انقلب علي، ما قدرتش، ومراحمي اضطرمت، ما قدرتش ابدا، مع انك وحشين وتستاهلوا الحرق. انا قلبي انقلب علي. هتعمل كده ازاي مع اولادك؟ بعديها بثانية، لاني انا اله لا انسان. ايه ده؟ ادي تعاملوا معانا. ارمية 2:13 يقول ايه؟ ارجعي ايتها النفس العاصيه، انا هفضل حلو معاك، هفضل حنين وهفضل رؤوف، فقط قولي انك الى الرب الهك اخطات. بس فانا عايز ايه؟ انا عايز ايه من اله بالطيبه دي، بالجمال ده، ولا يحاسب ولا يكشف ولا يكسف ولا كده. عشان كده لازم اخد منه عربون يطمني لابديتي. النصحين يعملوا كده، يقول عايزك تطمني، عايز اطمن على الابديه، عايز اطمن. ندي انفسنا فرصه نتعرف عليه، من كتر النظر ليه ندي انفسنا فرصه عشان نتعرف عليه اكتر. احنا محتاجين نعرفه. كان في مره واحد عمل جريمه وتحددت له جلسة بعد 6 شهور. بدأ كل شوية يروح ناحية المحكمة، القاضي اللي هيحكم في شهر 11 ده مين؟ مرة واثنين وثلاثة، لغاية ما لقي واحد حاجب كده بتاع محكمة، قال له خد انت كل شوية تيجي تسأل. قال له في قاضي اسمه ثلاثي كذا، انا ما عارفوش منين. قال له انت عايزه فيه؟ قال لازم اقابله. فقال له ده صعب انك توصل له، ده بلد بعيد في الصعيد، عارف المكان؟ راح مخبط عليه. يا سيادة القاضي والمستشار، انت عندك قضية في شهر 11 في المكان الفلاني. ايوه اصلنا. قال له امشي، وقفل في وشه. انت هتعمل ايه؟ انت هتجابني؟ مش هينفع، ما عندناش في القضاء كده. مرة واثنين يلح. قال له احكي لك الحكاية واللي رايحك اعمله. قال له انا مظلوم، انا يتيم، ماليش اهل يتيم، وكنت باكل من الزبالة، فانا نزلت وشي في صندوق عشان ادور على زباله، واحد مجنون مش طبيعي راح حاول يرميني في الصندوق، طلعت عشان اخد نفسي، فزجيته، عربيه معديه خبطته، الناس شافتني انا بزج وما شافوش القصه. فلازم اعرفك، لازم يبقى في فرصه احكي لك ملابسات الحادث. راح يوم القضية بص كده وضحك، قال أم أنا أعرف الحكاية، كل الشهود اللي شهدوا على توقيت معين، أنا جبت من الأول، فحكمت المحكمة بالبراءة. أنا عايز أروح أقول له يا رب أنا غلطت، بس في ملابسات، أنا ضعفت، أنا كان في وقت ضعف، أنا ما كنتش أقصد. عشان كده ربنا يقول إيه، حاجة غريبة جوي، أنا قريتها 500 مرة لكن قريتها بشكل غريب جوي من يومين ثلاثة كده. الله يأمر الآن جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة، مفروض يكتب الشر، مفروض يكتب الشر. كتب الجهل ليه؟ كتب الجهل ليه؟ كل الخطايا التي فعلناها قبل التوبة تحسب بجهل عندما نقدم توبة مهما كانت معرفتنا. كل الخطايا
يعتبرها بجهل قد فعلنا، متى قدمنا توبة مهما كانت معرفتنا. عشان كده المنطق يقول ايه؟ العاقل ركزوا معايا دقيقة في دي، العاقل لا يسقط. يبقى الساقط جاهل، العاقل لا يسقط يبقى الساقط جاهل، والجاهل لا يتوب. إذن التائب عاقل. وسط الفكرة؟ المنطق يقول كده. فعايز أقول في كل في النقطة الأولانية دي، ارجع لربنا، بص له، انظروا عليه بكيانك. أنت محتاج له، أنت محتاج له. هو متأسف، ده هو القاضي اللي هيحكم. محتاج تعرف عليه، محتاج تشرح له ملابسات خطيتك. يا رب انت عارف، انت عارف ضعف البشر، انت عارف الشيطان عنده خبرة كبيرة قوي، وحاول فيا ولف ودار عليا 30-40 سنة لغاية ما اسقطني. انا ما كنتش كده، انا ما كنت زي، خلي بالك لغاية النهاردة يقول داود الطاهر. يا رب الطاهر دي قبل الخطيئة ولا بعد؟ يقول ابن داود على المسيح ابن داود بالجسد، يا رب ده قبل الخطيئة ولا بعد؟ داود سقط، خلي بالك اقول الجملة الجديدة دي نوفي. داود هيئ لنفسه مناخ سقوط من غير ما ياخد باله. في صميل الثاني 11 عدد 1، وكان وقت خروج الملوك. ادي اول نقطة، هو ما طلعش، بدأ ينام، بدأ يتسلى. كل اللي عمله هو ما يقصدوش، هو هيئ لنفسه مناخ سقوط دون ترتيب ودون دراسة ودون وعي. عشان كده يعني خطية بشعة ومركبة، ودفع ضريبة عالية لأنه كان حلو قوي. يقولوا دنس فراشه ليلة وبله بدموعه طوال عمره. فتحسب خطايا بجهل، عندما يقدم الإنسان توبة عن خطاياها التي بمعرفة قد فعلها تحسب بجهل قد فعل. دي النقطة الأولانية، انظروا لله. اثنين، انظر لنفسك، افحصها، فتشها، اصحيها، صحصحها، اعمل لها صيانة. انت ما حلتكش غيرك، انت ما حلتكش غيرك، لك نفس واحدة ستقدم جواب عنها أمام الله. مالك إذن وأي حد؟ لك نفس واحدة ستقدم جواب عنها أمام الله، مالك إذن وأي حد؟ بص على نفسك بس، ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ أنت أهم حاجة، بص على نفسك. وخلي بالك سنك كبر، أنت كبرت، والأخطاء التي نقع فيها لا تتناسب معانا ولا مع ديننا ولا إيماننا ولا فكرنا ولا احتياجنا للسماء ولا ثقافتنا ولا وعينا. يعني عشان كده في ناس بتروح عند أبونا ويرجع مش قادر يقول، مش قادر، هيقول ايه عليا وده كلام؟ يا ترى اللي بنعمله متأسف حياتنا تتناسب مع أقوال الله؟ حياتنا الروحية تتناسب مع أقوال الله؟ أكتب أعمالي تبعا لأقوالك، اللي أنت بتقوله أنا عايشه. يا ترى ده، يا ترى حياتنا تصلح للسماء، تصلح أن ندخل السماء؟ كان في مرة واحد بيقول لي بعد إذنك عايز أسألك، عايزك تقول لي حياتي الأبدية، آسف، حياتي الشخصية أنا مقبول لدى الله ولا مش مقبول؟ عرفني أن ربنا جابلني وحببني وأنا كويس معاه ولا لا؟ قلت له هقول لك حاجة صغيرة، هقول لك أنت هتموت بعد ساعتين، لو أنت فرحت يبقى أنت حلو مع ربنا وعلاقتك قوية بربنا، لو انت خفت يبقى خلي بالك من نفسك. تخيل كلنا خايفين، طب امتى ما نخافش؟ بس امتى ما نخافش؟ محتاجين سنة امانة تانية في حياتنا مع الله. انا محتاج كده،
محتاج ابقى امين مع ربنا. انا مش امين مع ربنا بالدرجه الكافيه اللي تؤهلني ان انا ابقى مبسوط. ما خلي بالكم، لازم نتبسط، لازم نبقى فرحانين، والفرحه دي تبقى هي عربون السماء. السماء بتاعتنا كمسيحيين تبدا من هنا، تبدا من هنا. السماء بتاعتنا تبدا من هنا مش من هناك. ابديتنا تبدا من هنا. قلنا كده مره، قلنا كده مره، وجودنا على الارض تدريب، تدريب عملي. كيف سنحيا في السماء؟ تقابل قدس ابونا وقدس ابونا تقول له بعد اذنك هم عايشين في السماء ازاي؟ ليه؟ اصلا عايز اجلدهم، عايز اعيش زيهم. لان بيقولوا في ملاك واقف على باب السماء. انت كنت بتصلي حلو؟ لا، اصل هنا بيصلوا. انت كنت بتدي عطا كويس؟ لا، اصل هنا بيدوا. انت كنت بتخدم كويس؟ لا، اصل هنا بيخدموا. انت ما جربتش الحياه بتاعتنا، هتبقى صعب عليك، اتفضل. لكن يجي واحد يقول له ده انا كله عشته، عفة وطهارة وعطاء وخدمة واتضاع وسكون وسكوت، تفضل، انت اتدربت على الحياة تبقى سهلة عليك. فلازم حياتنا الابدية تبدأ من هنا، حياتنا الابدية تبدأ من هنا. هناك تكميل لما كنا عليه. عشان كده بيقولوا في ملاك هياخد الانسان ويديله مكافأة تتناسب مع الوضع اللي الجه فيه. الملاك هياخد روحه ويحطه في حتة تتناسب مع الوضع اللي الجه فيه. عشان كده في ناس بتصلي سرا بالالاف المرات في اليوم، يقول عشان اجي الملاك يقول لي يلا انت بتصلي، يلا نسبح مع الملائكة كمل. فاحنا بنبدأ حياتنا الابدية هنا، هناك تكميل بس. وحش بيكمل، حلو بيكمل. هناك تكميل لما بدأناه ها هنا، حيث ان سماء المسيحيين وابديتهم تبدا من هنا، وتبقى فرحان بها من هنا، وحاسس بها من هنا. مش كلام هيبقى جديد علينا. يبقى رايحين، اللي رايح ومش عارف، ده درجاته قليله قوي، اقل من الثلاثين اللي طالبها المسيح. عشان كده كتير جو من الاباء القديسين الملتزمين بيفرحوا قبل ما يمشوا. ده انا عايز اخوفكم في جملتين هقولهم وخلاص. مرة بس اتصلت بنجادة، بحد في نجادة، انا خدمت في نجادة مع بابي من كتير، يمكن 22 سنة. فاتصلت بحد اسأل عليه، ازاي يا عم فلان؟ اسمعوا الجملة الجديدة دي. بنت اخته بتقول لي استلم فرشته. يعني ايه استلم فرشته؟ خلاص بتنام، هيفضل نايم لغاية ما متأسف. استلم فرشته يعني مقدمات الموت. كلنا كده، اللي ياخد شهر واللي ياخد اتنين واللي ياخد سنة واللي ياخد ثلاثة، استلم فرشته هيخش خلاص ما يتحركش الفترة الباقية لغاية ما يموت. خلي بالكو، ان ما كانش حلو بدرجة عالية بتبقى الفرشة جهنم. زي القديسين ما بيبقى على فرشته فرحان وشايف ملايكة وقديسين ومبسوط. الناس اللي عاشوا بعيد عن ربنا بيبقى الفرشة بتاعتهم بداية ألم السماء بيشوفوه هنا. لأن بيفضل يفكر في حياته ويبص للشريط لورا، صعب، ولا قادر يغير فيه، ولا قادر يبدل فيه، ولا في ايده حاجة يعملها. متأسف أقول كده. فعايزين نوصل لفرشته دي وأنا معايا المسيح اللي واخده معايا. أقول له ونسني أنا بقيت وحدي. لما انت قلت تركوني وحدي انا كنت معاك، انا الوقت رايح وحدي على الفرشة، اخد لي سنة اتنين تلاتة خليك معايا. طمني وفرحني انك مش هتسيبني. اوعى تستلم فرشتك وحدك، اوعى اوعى. اصعب اصعب فطر على الانسان مقدمات الموت لو كان مش بتاع ربنا. متأسف اقول كده. واحد، انظروا الى الله. اثنين، انظر لنفسك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. ثلاثة، انظر لاخوك. مش ابن امك وابوك، ابن امك وابوك مش محتاج وصية، ده حتى منك، ده لحمك ودمك. الاخر ايا كان، الاخر ايا كان، الآخر تعبان ومحتاج لك ومضغوط ومكسور، محتاج لك، ما تسيبوش. أرمية 9:9 بيقول، 17 بيقول الجملة اللي هقولها دي بالنص،
الخاطي بيقول لأخوه الحلو، بيقول لا تكن رعبا ليا، انت ملجئي في يوم الشر، انا تعبان وساقط بس انت ما تسيبنيش. لا تكن رعبا لي، انت ملجئي في يوم الشر. المكسور بيقول كده، المكسور بيقول كده. اللي قال حاجة أفظع وأقوى من دي أيوب، يمكن هتبقى جديدة على ودانكم شوية. أيوب قال كده: حق حق المحزون الخاطي، معروف مش معروف يعني نعرفه، لا معروف، ليه معروف عندك؟ حق المحزون الخاطي معروف من صاحبه ولو ترك خشية القدير. أي حد خاطي محزون ضعيف شرير ضال له عندك معروف حتى لو كان هو مش بتاع ربنا. حق المحزون الخاطي معروف من صاحبه ولو ترك خشية القدير. مش كل شوية ده خاطي ده وحش يبعد عنه، أبدا أبدا. عمر التوبيخ ما يجيب نتائج، التضميد التضميد، احنا التوبيخ ده بتر، التشجيع هو تضميد للنفس المكسورة، وربنا سندك عشان تسنده، انت ما تستاهلش، عطاك عشان تديه، احتضنك عشان تحضنه، حبك عشان تحبه. اوعى، انا هقول لك حاجة اصعب، ابديتك متوقفة على كلمة منه، ابديتك متوقفة على كلمة منه، متوقف على رضاه عليك. اوعى اصل انا بعمل خير الاقي الشر، ده طبيعي، جمله توارثناها وطبيعيه قوي. الشيطان بيحاول يتعبك عن طريقه عشان يموت الخير اللي فيك وتبقى انتوا الاثنين شر، تفضل تعمل خير تلاقي شر. كفايه كده، ما انا عملت كتير مش قاطع فيك، انا هعمل ايه معاه والشر اللي في الخير اللي فيك يموت، وخسرت انت، خسرت نفسك وابديتك واخوك. حق المحزون الخاطي معروف، تديله معروف، تعمل معاه معروف من صاحبه، انت صاحبه ولو ترك خشية القدير حتى لو مش بتاع ربنا. واحنا داخلين كده الفردوس، اجف اجف، اين هابيل اخوك؟ ايه ده ما شفتوه؟ شفتوه ما شجحتوش يتوب، ما طبطبتش عليه، ما خدتوش لابونه يعترف، ما عطتوش لقمه ياكلها، ما عملتش، ما عملت، ده ايه ده؟ ده في انواع كتيره من القتل، في انواع كتير. اين هابيل اخوك؟ طبطبتش عليه، ما ساعدتوش يتوب، ما سالتش عليه، ما اكلتوش. عشان كده في نوعين من الاعتراف، واحد يعترف يقول انا سقطت وتبت، يقول له اركن، يجي بعد شوية اصل انا سقطت وتبت، اركن. يجي واحد تاني يعترف اعتراف جديد قوي، يقول يا ابونا انا جنب واحد غلبان كان المفروض راح اكله الساعة 12، معلش اتأخرت للساعة 3، حللني 3 ساعات اتأخرتها، خير بس تقصير. يا ابونا بعد اذنك كان المفروض اجيب العشور يوم 20، انا اتأخرت شوية واكيد في ناس غلبة كانت محتاجة، حللني. يا ابونا معلش كان، شوف الكلام، شوف الكلام، دول بتوع السماء، دول بتوع السماء، لكن الناس اللي لسه بتسقط ما فيش وقت، ما فيش وقت. انظر الى الله، انظر لنفسك، انظر لاخوك. كان نيلسون مانديلا بتاع جنوب افريقيا كان سائر على الاستعمار، في حبسوه من 27 سنه يمكن ل 30، وطلع عمله رئيس جمهوريه، رئيس السود، وكان في بيض في البلد، يلا بقى البيض دول سجنوك وعدموه، يطبطب عليهم البيض ويمسكهم وزارات ويمسكهم شغل، وقال لا، ووصل جنوب افريقيا من اجمل بلاد الدنيا كلها بسببه هو، بسبب تعامله مع العدو بشكل جميل. ده مره دخل المطعم عشان ياكل، اول ما دخل وقعد كده لقى واحد بدا الاكل يقع من بقه ويقع، فبيسالوه ايه اللي حصل؟ قال العسكري ده كان هو المسؤول عني في الزنزانة، كل ما أقول له أنا عطشان يتبول على رأسي، طب وناوي تعمل له إيه؟ أدفع له الأجرة وأدفع له الأكل وأكله وطبطب عليه. إيه ده؟
ده ولا كاهن ولا أسقف ولا خادم، ده سلوك جميل بنى به البلد وبنى حياته وما خلاش فيها عدو له. واحد انظره إلى الله بكل طاقتك لأن هو اداك حياته اداك عمره. اتنين انظر لنفسك، احنا كل ثانية اوعى خليك امين في عمرك وفي كلامك وفي وصاياك وفي كل حاجة. تلاتة بص على اخوك الغلبان، في ناس تعبانة ولا سيما في هذه الايام ناس تعبانة كتير، بص وفتش وجلب واسأل، اسأل يا ابونا فيش حد تعبان؟ لكن احنا ناكل، هقول اخر جملة وهختم بيها وما تاخدوهاش حرفية، ان لم نأكل مثل اخوة الرب سوف لا يرتضي الرب أن يكون أخونا. إن لم نأكل ونحيا كإخوة الرب لا يرتضي الرب أن يكون أخونا. مش القصد، أنا مش بتكلم حرفي، مش الدور نشحت لا، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي. شبه فلوس مخزنة للبنوك تضمن راحة 20-30 جيل لبيتي الورا، وفي ناس جنبي بتموت جوع. قلنا 100 مرة عايزين نورث عيالنا الله، عشان كده يقول لما أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبز. يعني لما تبقى أنت بتاع ربنا استحالة تحتاج، واستحالة أولادك يحتاجوا. كل سنة وانتم طيبين.